مصيبة معلم. ايه خير؟ الفلوس بتاعت الابلكاش لسه متباع. مالها؟ طلعت مزورة معلم. مزورة؟ مين استلم الفلوس؟ عربة معلم. الله. زي ما انتو كمل الليمبو يا حبيبي اللي بتشربه بقى. انت بقى بتغفلني وبتقفلني في 150,000 جنيه وبتحط لي مكانها فلوس مزوره. اديك يا عم وقعت في شر اعمالك. انت بتاعي ولا بتاعك؟ لا فوق معايا كده يا عم. قسما بدين الله اقصف فيك لو ما قلت لي البضاعه وديتوها فين. البضاعه خرجنا بيها وبعناها ساعتها وهي على العربيات. بعتوها؟ اه. طب يلا يا عم على البركه. ايه بقى فلوسها؟ في الدولاب. ايه؟